اللي بغينا وعلى الجينة وحد الجينة وعلى الجينة وحد الجينة والكرامة اللي بغينا والكرامة اللي بغينا ونرفع شارات الزيرو والوزارة هي الوزارة هي ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو الحكومة ها هي الحكومة ضحايا النظام المرسوم ديال 2017-535 ديال 2017 اللي منح المعادله بدون سنوات اقدميه اعتباريه وبدون اثر رجعي مادي. حاليا يجري اتفاق ما بين مفاوضات ما بين الوزاره وما بين النقابات على مجموعه ديال المشاكل، من ضمنها المشكل اللي بقى اساسي هو ديال الضحايا الزنزانه السعود سابقا. هاد الناس ما تمش جبر الضرر ديالهم في هذا الاتفاق الجديد، والوزاره كتقول بانه غادي يتم تدارس المشكل وهذه السنوات الاعتباريه تم التدارس ديالها عبر لجنة من 2000 من شهر فبراير حتى لشهر 4، واللي كيعرف بان التشكيل اللي جاني في المغرب يعني هو التمطيط ديال الوقت والهروب الى الامام. حنا كتنسيقيه ديال الممرضين ضحايا السلم تسعود من سنة 2006 حتى 2017، وبطبيعة الحال لي برومو راه قبل من 2006، غير من 2006 هي سنة الاستحقاق. حنا كنقولوا بأننا حنا ما راضينش على هذا الاتفاق، اللي ما إلا ما كانش غادي نصفنا حنا ما راضينش عليه، وحنايا فئة كبيرة داخل الممرضين اللي هي 15000 ممرض اللي خدات المعادلة في 2017، دونك حنا غادي نخرجوا الاحتجاج وما غاديش نتسناو الرد ديال رئاسة الحكومة وما غاديش نتسناو الرد ديال المالية. الرسالة ديالنا واضحة للوزارة، إلا بغات السلم الاجتماعي خاصها تحقق هذا المطلب على غرار كنقول على غرار داك الحل اللي عطاو الاخوان ديالنا في الاساتذه. كانت عطاتهم 5 سنوات اعتباريه لجبر الضرر، يعطيونا حنايا 5 سنوات اعتباريه واخا ما غاديش انها تجبر الضرر ديال سنوات وسنوات. راه كاين اللي عنده 12 عام في في في, في الناف. ذلك هذا اخف الضررين هو انها تقوم بنفس داك الشيء اللي دارت الاخوان ديالنا اساتذه الزنزانه 10 يديروه معنا ونفكوا هذا المشكل ويولي السلم الاجتماعي في القطاع. وشكرا. حنا من ضحايا الزنزانه تسعود وقفنا اليوم تنطالبوا بمطلب اللي هو جوهري ومحوري كيهم 15000 ممرض اللي هو السنوات الاعتباريه. حنا كنا تخرجنا في 2005 وجا المرسوم 2017 ما نصفناش. المقترح ديال الحكومه انها تصادق لينا على السنوات الاعتباريه في انه تخرجنا في حنا انا خريجه في 2009 وجا المرسوم في 2017 ما نصفناش، لهذا تنطالبوا بحقنا بأنه في بالإنصاف الممرضين ضحايا الزنزانة السعود. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.